مش حاجة كده حقيقية. سهلة بسيطة كده حضرتك. أم هذا وعد الشيطان أو مناظرة الشيطان إبليس اللعين مع الله سبحانه وتعالى، يعني بإغواية بني آدم وإضلالهم؟ أحسنت. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طب الأخرى، والله يعدكم مغفرة منه وفضلة والله واسع عليم. أيهما تصدق؟ الله سبحانه وتعالى. من يصدق وعد الشيطان هلك. الله أكبر. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله. إن لم تعتصم ستهلك. يا الله. إي والله، إما بالشيطان الجني أو بالشيطان الإنسي أو بالنفس الأمارة بالسوء. يعني أنا من تلقاء نفسي ما أقدرش أقوي نفسي واقف قدام الشهوات والشبهات؟ بالله تستطيع. أما بمفردك فما أضعفك وما أضعفني. الله أكبر. لكن بالله جل وعلا تقدر. ما فضلتك أصلت إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كان ضعيفا إذا كنت معتصما بربك. ليس ضعيفا في مواجهتي أنا شخصيا، أنا يعني ضعيف. لا أستطيعه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لكنك إن اعتصمت بالملك القدير وتبعت البشير النذير في كل ما أخبرك به تنجو بإذن الله تبارك وتعالى من كيد الشيطان وشركه. لا تقع في شراكه أبدا ما دمت معتصما بالله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. استثناء مهم جدا. إلا عبادك منهم المخلصين. يعني في فئة كده مخلصة. مخلصة ولا مخلصة؟ مخلصة أعلى من مخلصة. إيه الفرق؟ المخلص هو الذي أخلص عمله لله جل وعلا وهو ضد الرياء. تمام. فيه أما إخلاص. المخلص فهو الذي استخلصه الله من بين الخلق وجعله كله له جل جلاله. مقصور على الأنبياء والرسل؟ فضل الله واسع. ممكن يشملنا؟ فضل الله واسع. الله أكبر. بشرك الله بالجنة. نعم، فضل الله واسع. ولا كيف السبيل؟ ولا يستطيع أحد السبيل أن يحد فضل الله جل وعلا. نعم. الله تبارك وتعالى يقول السبيل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين دول يا رب؟ أيوة. الذين آمنوا وكانوا يتقون. تستطيع أن تكون منهم؟ الله أكبر. ويستطيع أخي وأختي أن نكون منهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول من اتقاه وقاه. بديع، تعجبني كلماتك. ووالله الذي لا إله غيره تخرج من اللحظة. ما شاء الله عليه. شاعر يا مولانا. من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فحقق التقوى له جل جلاله ليقيكم شر الشيطان وشر النفس والهوى والدنيا. اللهم اجعلنا من المتقين يا رب العالمين. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. زادك الله علما وفهما. آمين.